السلام عليكم شباب، معكم عبد المنعم أو معه و دوم دوم، طبعا تعرفونه ما تعرفوني. المهم، واليوم بنلعب حلقة جديدة من جو بلاي، نلعب The Last of Us. أنا لعبتها أنا ما لعبتها، حجي ما لعبها، بس عندي هاي نسختي الغها. ما ليش قهر. المهم نبتدي اللعبة. رأيكم السنجل بلاير مو بالمالتي بلاير، مع أن المالتي بلاير عليه وايد حكي حلو، بس يعني احنا بنرويكم ال نعم نرويهم شنو؟ بداية اللعبة؟ بداية اللعبة first 10 minutes هلا لحد الآن كل من معطي اللعبة 10 9. بعرف ليش يعني من الستوري أو الجيم بلاي، من كل شيء من كل شيء. أنا صراحة عقب ما خلصتها يعني أو الفطر ذي اللي لاحقك. الفطر اللي لاحقك هذاك ماريو شيك. لا شوف، يعني عقب ما خلصت حسيت اني ما بلعب شيء ثاني. دائما اقول لك كذا، الالعاب الحلوه لما تخلصها هاي اتذكر هالجمله قلت لي يوم كملت مثل جير 4. عليك نور. فشوف، من مثل جير 4 للحين اللعبة الوحيده اللي حسيتني بهالشيء مره ثانيه. مثل جير 4 اللعبه وايد حلوه، واللودينج بعد وايد حلو. اللودينج وايد حلو. انا ما اشوف اللودينج. طول فيه شوي، خلني اشرب شاي. تعرفون بعد يعني الموتو مال جيم ريفيوز، شاي حليب. حليب تبي تلعب ولا انا العب؟ جاي كنت يخاف من الكليكرز. ما ادري شنو الكليكرز. انا ما اعرف شنو الكليكرز. هاي الكليكرز الحين خليتنا اتذكر قام بس طق 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 طق. اي شفت هذا؟ ما ايش اخبار؟ لا يلا ايش هاللودينج ذي؟ هاي كان قاعد يسوي انستول حق اللعبه الحين. لا حلو حلو اصبر. والحين بدايه اللعبه بيشرحون لنا السالفه يعني. بداية اللعبة حتى ما تلعب في جون، ما تلعب في الريال البنية؟ ولا البنية إلي. أول شيء تلعب في بنته. بنت من؟ بنت جون. ده بنت بتشوف أنت عندها. المشكلة أن اللودينج طويل، فاضطريت أن أقول شيء يعني فأخمه، بس لهني كفاية. كان نلعب يعني نشوف هاي أشياء بيضة تطلع، يعني هاي يمكن العيب الوحيد في اللعبة اللودينج. شو الحين كمل اللودينج يقول عيب اللودينج؟ ما علي. خلينا نقصها ولا نشيلها؟ ليش نشيلها يعني؟ إذا خلاها طويلة يعني؟ لا لا، هاي بنته. هاي بنته. Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I understand. Let's talk about this in the morning, okay? ولا تشوبها. We'll talk about it in the morning. لا أرجي قل لك. Good night. أرجي الزوجة غارب. Scoot. Sunday at work, huh? What are you still doing up? It's late. Oh, crud, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday? You kept complaining about your broken watch. كل أمور الميلاد ولا أي شيء لازم الهدية. يا ساعة يا رب. You like it? أنا لو بنتي تجيب لي لعبة بس. Honey, this is. أيوة. It's nice, but. تربية تفرق. I think it's stuck. It's not. What? No. Oh, ha ha. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. They started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. مرة واحدة بيصير انفجار. الحين قلت لك هاي اللي سمعته يعني كان بيصير انفجار شيء يعني شلون بينتشر فيروس. هو يعني هو احلى شيء في هالبورت الحين الانفجار اللي قاعد يحكي عنه الطريقة اللي سووها. انا احب انه يرونك كل شيء شلون صار من البداية، مو كل شيء يصير ترى يرونك شنو صار. You in here? Where the heck are you? We've received reports that the infection shows increased aggression and there seems to be some commotion coming from the hell out of here, bro. اللي صار في التلفزيون؟ هاي قاعد يصير برا هنا. هاي ذا بيج بوم الحين ولا الحين؟ هاي الانفجارات اللي صارت بسبة الاوت بريك. لان صار
Just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Something ain't right with them. I think they're sick. What kind of sick? What? Jimmy! Dad! Honey, come here. Come here. Jimmy! Jimmy, stay back! Jimmy, I am warning you! Don't! You tell me what happened later. الكلمة ألف يمين. Hey Sarah. كم هي تحط يدها على المكان قاعد أطالع. Hey hold up honey. أنا صرت قاعد أتحرك في السيارة. I'm fine. Can you hear us on the radio? اللي بشوف ذا. لا لا. الكاميرات تتحرك. Thanks. فينا بطريقة وايد. No cell phone. No radio. Yeah we're doing great. These men wouldn't shut up. He said where to go. He said Army's put up roadblocks on the highway. No getting into Travis County. Get the hell out. Take 71. Did they say how many are dead? Probably a lot. I found this one family all mangled inside their house. Right. I'm sorry. اي سمر في البحرين اي سمر جو حلو يعني اي سمر لك تطلع برا ذو كل شيء برجة برجة مو بهاور 20 years كم عمره صار 40 زيد 20 I'm coming 59 يمكن How was your morning? يبدلون الانجن يصنعون انجن ثاني نفس ما قالوا ما تقدر يصنع ما حد يصنع انجن ثاني هم يطورونه يطورون الانجن Our backpacks are still here from last time PlayStation 3 they made a new full engine حاجة شوف هاي شنو سكتنا عن المسابة المهم نفس السالفة تحصل على الرواب تاخذهم تحطهم في الانجن ثاني شوتس كاونت هاي نفس الشلخ اللي اي بس ان الاسلحه يبينون يبينون على ظهرك اي يبينون على ظهرك يعني اذا يبين كل شيء زين يعني بس يشيلها اللون اي مو بحطها مخبوطه نفس الشيء لا 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 تعرف ان بس اورمان وان نوت ايمينج تو ريلود ما يصير تشوت من هيب فاير لازم اذا اذا طق اورمان بدون شو اسمه يسوي ريلود اوه اي بس اذا جاري يطق ما تقدر تمشي وتطق لازم تجاري فيصعب الامور عليك شوي طول اللعبه كذي تحصل اماكن لازم شنو تساعد ليوك شقحهم يو ريدي يس مام ساعدينا يعني كمان الانفستد لكن بعد فترة لان بلا بلا اعتذر ما هي وين speaking of merchandise when's that next shipment due oh, we're meeting Bill next month more pills lots of ammo شنو الامبريشن مالك حاليا الانطباع من اللعبة لازم اوكي العبها هاي يسمونه سبورز نوع اللي عايشه في الهواء اذا تنفسها تموت ما تقدر تتنفس فتلبس شنو هالشيء زين بروح يلبسها وين بروح يلبسها يعني. مو نفس مترو لو اذا لعبت مترو اذا تطلع برا لازم انت بروحك تلبس وياخذ له وقت ويخلص على نفسه هاي لا يعني على طول بس عادة اذا في سبورز يعني في انفستد ما انفستد لا يكون هاي اللي حولك انفستد اعتقد يحاولك انفستد بعد بس انه هاي قصدك لاصقين؟ ايه اوكي There's our culprit I'm not that old. Watch out, keep your eyes and ears open. Yeah, I like it. When I can get on this idea, they said Naughty Dog will be powering on this idea. They want to make it realistic. You okay? Yeah. Damn ceiling's falling apart. Be careful. People experiment on this mushroom. وصيد يا هلا عشان ما يتحكم الا في الحشرات هو بس في الحشرات watch it watch it not me it's broke don't leave me to turn ما خلي تعذب poor bastard
لازم واحد يفكر في اخوانه. انت اللي طيحت عليها لا انت اللي سحب ذاك وطاح عليه. سامح عشان الرصاصة عشان سايب ما ادري يعني. اقول عبالي احب تساعده جاي. ما يصير ازعله يا اخي يوم امشي عنه واذبحه. على الاقل اسوي شيء في دنيتي يعني. والله والله امشي عنه يعني. خلنا نشوف شنو. في اشياء هنا لا. إذا طقر تو يستخدم حاسة السمع عشان يعرف الصوت فيها من وين، فيعرف كل انفستد أو كل شخص بالأحرى وين مكانه. فبعد إن عشان ما يصير الشيء إن تشلون باتمان الطق مرة أي زر تشوف كل شيء حوالينك، هاي لأنه يزعل يقول لك إنه يستخدم إذنه يعني. الحين اثبت يعني احسن انه ما تتعرف يوم يعني تحاول تجنور ثم هو انا اقدر اسوي مو اقدر اسوي ما اقدر اسوي تمعني اخ لا تجي يوني طيب ها هاي نورمال انفستد الحين لا؟ هاي اللي يسمونهم رانا. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. ريال. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. غلطان. Take cover! جاهز. هني بتحزن هون شوت نفس الشيء. اخرب خدامي. تبغى صارت هيد شوت. والله كنا ما قدرنا. شوف جور قبته. طلع له. هذا ابو. You too. How the hell did he get all these guys? If Robert's good at one thing, it's writing blank checks. Let's go put an end to that. يعني أحلى من Uncharted بالنسبة لي. لازم نستحضر ترى. شيلري يلا لا اوه والله هذا لك اقول لك ريال ما صادق حتى الفيران شردها شردها منها هلا اوفر هير جول ينبون انا بيطلعون لك ناس تحس المكان اشكره حق باش الله More Robert's guys. How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. Can you avoid we the fight? We should have taken this job. تقدر تقدر تطوف. Not our call. Let's spread out. Make sure no one's creeping around in here. الناس ما قال لك هي ستيلث. ممكن تروح لهم وتطقهم من وراهم. يا حالني أبش. كمبيوتر سبلاي زي مكان لي. I meant to tell you, I was down on Jordan Street, and all these soldiers showed up. قاعدين نشوفهم بعض فلازم مرة هنا. All in handcuffs. You take one out, I'll take the other. Yes. Fireflies. Yep. They lined them up against the wall and bang, bang, bang. They just executed all of them. Shit. Yeah, here it's the dog. في الحنجرة على الحفة دي. وين دي؟ والله في خرابيط. هلا ابوي. هاي طاقة قامت. شنو؟ لا عشان بس تشوف رئيس المنطقة
هو في واحد شو اسمه ميدكي. مهم ميدكي وانا حاسس لحظه طلع عندك مفتاح يا اخوي ايوه الحدث السالفه لما تاخذ شيء من الارض ولا الطاوله ولا اي شيء يتم يحرك يده وياخذ مكان الاشياء مو بلين بس الطقم الثالث والشيء يختفي من الارض ويطلع عندك شلون يعني داخل يعني شوف الحين لما رحت اخذت المفتاح حرك يده اخذ المفتاح اخذ المفتاح كل شيء بس يعني اي كل شيء في مكانه مو بس تسمع الطق خذ بس يسوي هالون يا ولد الهواء تعرف لون كان هاني ما عندي رصاص وايد والظاهر في وايد اوان فتقدر شو تسوي تاخذ ال خذ من شعارها كمان تاخذ ال غارشة او اي شيء حسب غارشة طبيبة الاشياء تفلتهم بيطلع صوت مكان هم بروحون له وانت امشي بس اعتقد الحين شوي تستوي نفلته وين لا مو براسه شرد مو بس صادوق لا ما جاف ما يدري وين احسن ديمستريشن شفته انا كم مشيت انا ما يدرون وين ار يو ولما اذا صرخ لا ما يشوفونه بس انا يشوفونه for some reason شت بحزته وهاي شيء يضحك في اللعبه ما يشوفونها يشوفونها اي اي احد معاك ما يشوفونه لا هم ولا الانفكتد بس انت تشوفونه اتعرف مره تنقهر اوه طفت كل من اي لا مو بس يركضون بس بعد ال شيء زين لان حق تعبك ما يروح انت اي بس حتى طريقه مركضتهم يسوونها كانه صج ما حد يشوفهم اللي ما يركضونه بس هاي الشيف من اهم الاشياء في اللعبه اذا تصير احد تقدر شنو تجيبه بالسكينه في رقبته او تقدر تبطل بيبان فيه فدائما مهم انك تحصل هالاشياء وتخليها عندك لان لا تخسره لان الباب اللي تبطله تحصل فيه وايد اشياء هالصوت اللي يطلع ذي معناته في احد احتمال يشوفك يعني فانتمش في احد هنا بوبش اخذ اغراض اشكال افلت انا وانا ايش تقول تديهم انت تسوي شيء في حياتك هيل على هذا تشكله ياخذ وقته فمشكله لازم تخلص الباتل او العقب تشوف ما ادري حالتك شوف مال الصوت شلون؟ سمع الصوت هذا في احد زين نبي السلاح يم اقول لك ايه وين يو جو؟ I'm gonna find you where did you go يقول بعد We should have brought more people. They just slowed us down. Yep, well, we lost our contacts in the north, our contacts in the south. Shit, I don't know who's left out there to sell us. This is why we're taking shit protection. Fuck. انا اقول في الوقت تعجبكم وايد شمشت في اللعبه فيلم اكثر من اللعبه بس الجيم بلاي مالها حلو وايد انا اقول صراحه ما لازم تشوف اذا عجبكم الفيديو تقدر تسوي فيديوهات زياده عنها يمكن وقت خلاص